عبيدك من شتات. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنك لا تستطيع معي صبرا وتشير كلمة. قال هنا إلى إجابة الخضر لطلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يتبعه ليعلم موسى عليه الصلاة والسلام العلم الصحيح. فأجاب الخضر إنك لا تستطيع معي صبرا. والفائدة يمكن أن تستفيدها من هذه الآية كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال: إن أحمد لا يملك قوة الصبر وحسن الثبات في صحبة صاحب الحكمة والعلم يحصل كثيرا من العلم على قدر صبره، فمن جزع لم ينل العلم، ومن صبر نال كل جهد. وفي الآية ثمانية وستون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حيث يوضح الخبير أن سبب النفاذ الصبر هو عدم المعرفة بالأمر علما وخبرا، وإلا فإنسان لا يعرف ذلك أو لا يعرف الهدف أو النتائج أو الفوائد أو الثمار فلا داعي له للصبر. أيها الأخوة والأستاذة رحمة رحمكم الله، يحتاج إلى الصبر، والصبر يحتاج إلى علم أيضا، وهذين الأمران مترابطان ويقوي كل منهما الآخر. أنا أرجو أن كلنا نستطيع أن نحافظ على هذين الأمران ونعمل بهما. لتستاجر من الخطايا.